وحده لا شيء قبله ولا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. تلقينا نحن جمعية قارئ الخير في مدينة قارة من مجلس دمشق الإغاثي بما يعادل 33 أضحية تقدم للنازحين والمحتاجين في المدينة. كذلك تلقينا بما يعادل 5 أضاحي من تجمع السلام السوري أيضا للنازحين والمحتاجين في المدينة. نرجو من الله قبول هذه الأضاحي وأن يفرج علينا جميعا إن شاء الله تعالى.